مهرجان مواسم جدة وحفلة MTV هي الحديث الأبرز للسعوديين على وسائل التواصل، خاصة أنهم كانوا يترقبون مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج بالإضافة إلى ستيف أوكي وويليام باين وغيرهما من الفنانين للحضور. أكثر من 20,000 تذكرة بيعت خلال 4 ساعات فقط بحسب موقع مواسم جدة الذي نشر هذا الفيديو لأحد مراكز البيع. لكن هؤلاء الأشخاص يبدو أنهم لن يشاهدوا نيكي ميناج ضمن حفل MTV مثل ما أعلن سابقا. في ميناج أعلنت أنها لن تحيي الحفل في السعودية الذي من المقرر أن يكون في 18 من الشهر الحالي. قالت في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد بريس: بعد التفكير المتأني قررت عدم المضي قدما في حفلتي في موسم جدة، بالرغم من أنني لا أريد شيئا سوى تقديم عرضي للجماهير في المملكة، لكنني أعتقد أنه من المهم أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير. بعد انتشار الخبر نشرت ميناج منشورا على إنستغرام علق عليه الآلاف. قالت ميناج في البوست: جمهوري في السعودية، أرى تعليقاتكم وأريد أن أجيب بشكل مباشر عليها أو على أفكاركم. ضعوا أفكاركم هنا. أحد المعلقين طلب بإلحاح من نيك الحضور فردت: أنا أحبكم، لكن هل بالإمكان النساء الحضور الحفل بدون رجال؟ كان هذا سؤالها. كانت هناك ردود، هذه الردود ستظهر الآن، فهي منقسفة. هناك من قال: لا، لا نستطيع القدوم بدون الرجل، لا تستطيع النساء القدوم بالرجل، في حين الشق الآخر قال: نعم، بإمكاننا الحضور دون رجل. عادت ميناج في حوار مع المتابعين لتناقش مع المعلقين في البوست وسألتهم: هل بإمكان شخص يعلن عن مثليته أن يحضر الحفل دون أن يعتقل؟ كانت هناك أيضا ردود. انقسمت الردود أيضا بين من قال: نعم، المثليون يتجولون بحريتهم بإمكانهم الحضور ويتمتعون بكامل الحرية في المقابل. قال آخرون إن المثلية غير مقبولة في السعودية، لا من الحكومة ولا من الشعب. ميناج غردت عن السعودية واستخدمت مثالا ما حصل لها في جامايكا. هذه تغريدة ميناج تقول: أجريت حفلا في جامايكا من قبل، وعندما نزلت من على المسرح كنت محاطة بأفراد الشرطة يحملون رشاشات، كانوا على استعداد لسجني. يمكنني ارتكاب خطأ واحد والذهاب للسجن في بلد مختلف حيث لا تتمتع المرأة بحقوق. وتضيف في تغريدة أخرى: أعطيت مثالا عما حدث في جامايكا لأشرح كيف من السهل أن أقع في أمر خاطئ في السعودية، فأنا لست على دراية بكل تفاصيل قوانينها. ميناج تغرد في هذه التغريدة الثالثة تقول: أنا متعبة من رسائل جمهوري، إنهم يريدون الانتحار، لا تعرفون ما يرسله لي المعجبون على الخاص، سوف يكسرني لو تم القبض على أحد المعجبين أو تعرض أحدهم للضرب بسبب تعبيرهم عن أنفسهم. الله هو الحب دون التقليل من احترام الحكومة السعودية. إعلان حفل نيكي ميناج لا يزال على صفحة تويتر الخاصة بمواسم جدة، ولم تعلق حتى الآن على تصريحات نيكي ولم تقل من سيحل محلها. ولكن التغريدات عن الموضوع كانت كثيرة جدا، للاهتمام بها كثير أيضا. هنا سطام يقول: إلغاء أو انسحاب نيكي ميناج خبر أسعد الكثير، وهو درس يجب أن نتعلمه جيدا، أن أمثالها الذين يدافعون عن المثلية يجب أن يكون غير مرحب بهم في وطننا. هنا آر يقول: لطالما تدافع عن المثلية فهي غير مرحب بها، وما عدا ذلك فنيكي منهجها منهج السلف ولا ملاحظات تذكر عليها. الصحفي الإسرائيلي روي كايس قال: بعد إلغاء حفل نيكي ميناج في المملكة السعودية أقترح أن يقام بدله حفل لفنان إسرائيلي أو فنانة إسرائيلية، ومعا نصنع التاريخ. أبو عبد الله: فرصة للمشايخ للخروج بفتوى يحرمون فيها مشاهدة وصلات نيكي ميناج الإباحية، لأنها لم تطع ولي الأمر، فهي تعتبر من راقصات الروافض وأن إيران لها يد في منعها. مفكر سعودي قال:
زعلان لأن نيكي ميناج ما راح تجي، لكن فرحان إنها أخذت موقف لأجل المرأة ومجتمع LGBT.